ما بدنا نسلق اللحمة ما تحطوا عليها ملح من البداية. الملح بيخلي اللحمة تنشف وتجمد تقسى معانا بالسلق، فدائما بأي سلق بفضل أنه نستعمل بس المي مع البهارات الصحيحة، ومنتركها مثل ما شفتوا على البارد، يعني ما بستنى اللحمة لتسخن بعدين برجع بضيف عليها المي، على البارد ضفت المي وهلأ